السلام عليكم اخواني واخواتي، صباح الخير، تقبل الله طاعتكم كما هي العادة بعد صلاة الفجر ان شاء الله، حينما يقدر الله سبحانه وتعالى. اليوم موضوع، طبعا انا لما اعمل بث بحب اعمل موضوع زي ما بيقولوا very specific، اشي ضيق جدا بجزئية. انا ما بناقش موضوعات ضخمة كبيرة متشعبة لأنه ما بيكفي الوقت. العنوان اللي وضعته رسالة إلى الزوجين اللذين يفكرا بالطلاق، ركزوا معي تخصيصا، وعندهم أولاد. فأنا الآن رسالتي، الله يكرمكم اللي بسمعني، في عشرات وربما مئات القضايا اللي ممكن تخطر على بالك وتسألها وأنا مش راح أغطيها. أنا رسالتي اليوم موجهة لفئة خاصة، اثنين متزوجين الآن عم يفكروا بالطلاق لخلافات وعندهم أولاد. فقط هذه الفئة اللي بدي أوجه لها، وخاصة اللي بتكون أسبابهم في الأغلب راجع لسوء الاختيار. لاحظوا كم ريستريكشن أو كم قيد عم بحط الآن أنا. فرسالتي موجهة لفئة خاصة قد تنطبق على بضع مئات فقط أو ربما آلاف، لكن أنا المشاكل اللي بسمعها بشكل يومي من الناس اللي بقعد معهم وبحاول يعني أعطي رأيي في الموضوع بتخليني أحاول أوجه النصح. على كل حال، حياكم الله جميعا، صباح الخير، تقبل الله طاعتكم، أبث لكم من شرق كندا من مدينة أوكفيل في مقاطعة أونتاريو شرق كندا، وصلينا الفجر قبل قليل، الشمس لسه بالكاد الإضاءة، اللهم صل على سيدنا محمد. هذه حديقة عامة جميلة. كالعادة إذا سمحتم أعطوني رأيكم بسرعة بوضوح الصوت من عدمه، الله يجزيكم الخير، وضوح الصوت من عدمه، الله يكرمكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. صوتي واضح والصورة كذلك، ونكمل. وزي ما قلنا موضوعنا مخصوص بالزوجين. طيب، هي بازل، حياك الله أخ بازل، والأخ حطب أظن، موي حطب، واضح واضح تمام، خلص أوكي تمام إن شاء الله. اثنين وهي ثلاثة، أخ عبد، وما شاء الله، اللهم صل على سيدنا، شكرا أخ فاتح، تمام. طيب إذا نكمل يا أخوة، الرسالة مخصوصة، ركزوا معي بوضوحها، رسالتي شوفوا كم قيد عم بحط، لأنه والرجاء الأسئلة خارج نقطتي ندعها الآن، والآن الآن بهاللحظة هاي لا تضعوا أسئلة، لأني أنا ما عملي بقرأ شو تكتبوا، أنا شالي النظارة عن عيني وعم بمشي مشان ما أعرف أمشي يعني. طبعا إحنا الآن متوجهين ضمن هذا الممر إلى البحيرة، سبحان الله سبحان الله، جميل خلق الله. أنا على فكرة زرت 30 دولة في العالم تقريبا، على حوالي 300 مدينة في العالم، تخيلوا 30 دولة ب 300 مدينة. لم أرى، وعشت تقريبا بحوالي 5 دول بعدد السنوات موزعة 13 سنة ما بين بريطانيا وكندا وأمريكا وروسيا وتركيا. هذول الدول الخمسة عشتهم 13 سنة مجموعة. لم أرى بلدا تعتني بالحدائق العامة والممرات المشي مثل كندا في العالم. إشي مهول. تخيل هاي حديقة عامة، يعني أي واحد، يعني هاي مش مخصوصة للناس ولا مخصوصة للأثرياء ولا لأصحاب قصور ولا فيلل ولا، لا لا لا، لكل أحد. اللهم شد حيلك بعد الفجر واطلع امشي. سبحان الخالق، لا إله إلا الله، طلع شوف جمال خلق الله، جميل خلق الله، مسكين هالملحد اللي بقول لك هذا هذا كله صدفة. نرجع، موضوعي مخصوص بزوجين متزوجين لهم عدة سنوات وعندهم أولاد ووصلوا لمرحلة القرار بالطلاق. من خلال قصص كثيرة عمالي بسمعها، كثير عم بتكرر عندي إنه اكتشفوا أخيرا، ركزوا معي الآن، اكتشفوا أخيرا هذا الأخ وهذا الأخت إنه قراراتهم في الاختيار كانت خاطئة. لا إله إلا الله، مش عارف أكمل قد ما من جمال روعة المنظر، اللهم صل على سيدنا محمد،
لا إله إلا الله. طلع هاي الحديقة على فكرة أنا أول مرة بجي عليها بحياتي، مع إنها ربع ساعة من باب بيتي. سبحان الله، طلعوا البطة، شوف سبحان الله، سبحان الخالق سبحان الخالق سبحان الخالق. كيف مش خايفة مني هي؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الخالق. بطلت أعرف أرجع الكاميرا، سبحان الله. إيه هاي معها شو اسمه البطة الصغيرة. عم بحاول أرجع الكاميرا زي أول ما عم ترجعش. لا إله إلا الله، بطلت ترجع الكاميرا زي أول. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة ليش الكاميرا بطلت ترجع؟ لا إله إلا الله. Left reveal comments. Okay. سبحان الله، طلع هناك في بحيرة أيضا. أيوة هاي رجعت بسم الله. قلت سبحان الله، شوف جميل خلق الله سبحانه وتعالى. يا الله يا الله، شوف طلع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. الطفولة جميلة في كل شيء، في الطيور، في الحيوانات، في البشر، في كل شيء. سبحان الله، سبحان الخالق سبحان الخالق. طلع ما أجمل هالمنظر. ها يبدو لسه ما رجعتش الكاميرا. صح هيك إحساسي. أيوة الله أعلم، أظنني لم أرجع الكاميرا. صح أيوة هسه رجعت. سبحان الخالق سبحان الخالق سبحان الخالق. فإيش الرسالة اللي بدنا نوصلها لهؤلاء الناس واللي اكتشفوا بعد سنوات وبعد ما خلفوا أولاد، بعد ما ربنا أكرمهم بهال الذرية الرائعة من الشباب والبنات، ومرت عليهم سنوات فقرروا إنه خلاص مش قادرين يكملوا مع بعض. طيب يا أخي الكريم يا أختي الكريمة، من ضمن الأمور اللي عم تتكرر على مسامعي، وأنا بعض الأحيان في اليوم بجلس مع 3 حالات في اليوم، ها فالمشكلة بتتكرر كثيرا، ألا وهي أنه كانت الاختيارات أصلا خاطئة. بمعنى لم يكن هو الشخص اللي أنا وضعته في نفسي، أنا أجبرت عليه، أنا أهلي ضغطوا علي، أنا ظننت، أنا 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 كذا إله. أو هو بيقول لك أنا نفس الشيء، أهلي ضغطوا علي، أنا ما كان عندي وقت، ما لحقت إني أكتشف، صح كنت مستعجل بدالي إلى آخره. هلا بغض النظر في أسباب عديدة على فكرة، في أسباب شخصية بعض الأحيان، يعني أنا مستعجل وما كان عندي وقت، أنا عايش في بلد وهي في بلد، وبعض الأحيان في أسباب عائلية، بمعنى والله أمي أقنعتني، أبوي وأمي كانوا ضاغطين. في أسباب اجتماعية عامة، إنه بس يا بنت ولد ضيعيش الفرصة، مش كل يوم بيجي ابن الحلال. بغض النظر هلأ هلأ السبب لا يعنيني، أنا اليوم مو جاي أناقش. شوف سبحان الله كيف البط كان تحت وما سمع صوتي، هرب كله. لا إله إلا الله، طلعوا كيف هذا البط جماله عجيب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شوفوا صفاء المي ما أجمله. وأنا جزء من هالبحيرة. سبحان الخالق سبحان الخالق سبحان الخالق سبحان الخالق سبحان الخالق سبحان الله. هناك لسه الشمس بدها تطلع، سبحان الله. احنا لأنه بعد صلاة الفجر مباشرة. فبيجي الأخ الكريم والأخت الكريمة، هلا برجع بقول لاحظوا، لا يعنيني أنا الآن شو كان السبب اللي جعلك او جعلك تخطئين او تخطئ في الاختيار، اجتماعي شخصي عرفي ظرفي، بغض النظر صار قرار اخذ قرار،
نقطتي أما وأن القرار قد أخذ، أما وأن قدر الله قد سهل ويسر وصار عندكم أولاد مسؤولين، والطلاق في الأغلب بنسبة عالية جدا جدا يسبب في كركبة تربية أولاد أو الحالة النفسية لأولاد، باستثناء حالات خاصة، حالات استثنائية ما بستخدمها الآن، هذه بالمحاكم والقضايا الضخمة جدا اللي بيكون في تعنيف شديد جدا جدا، بيكون الأب أو الأم عنده مرض أو عنده يعني سلوك إجرامي، لو بقوا مع بعض يعني راح يتدمر ولا راح ينذبحوا، هذه حالات استثنائية محاكم تفصل فيها، ما لها علاقة بكلامي الآن. أنا نقطتي الرئيسية اللي عم بحاول إني أوصلها إنه لما يكون في قرار خاطئ، وبعد ما أخذت القرار الخاطئ أخي الكريم أختي الكريمة لسبب ما، وبعد ما أخذت القرار الخاطئ وصار قدر الله سبحانه وتعالى، اللهم صل على سيدنا محمد، دقيقة شوي أنا هنا أشوف كيف الطريق ماشي من هنا. بعد ما أخذت القرار الخاطئ لسبب ما وربنا يسر لك الأولاد وصار عندك الأولاد وخلص اللي صار صار واللي فات فات واللي مات مات، بمنظومة تحمل المسؤولية ومنظومة تقوى الله سبحانه وتعالى ومنظومة الموضوع ما عاد يتعلق فقط برأيك أنت وإحساسك ومشاعرك أنت فقط، بل أصبح يتعلق بجهة أخرى ألا وهي موضوع تحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى لنفوس بشرية، أطفال، مساكين. قرارك راح يتسبب بشيء كبير جدا. بعرف أنه عندك معاناة وبعرف أنه عندك معاناة أنت، لكن أسحكم تفكروا أنه الحياة كلياتها هي فقط، مدام أنا عم بشعر الآن بالتعب أو عم بشعر بالمعاناة أو عم بشعر بالضغط فخلص أنا لازم أخذ قرار. بعرف أنه الطلاق مسموح وبعرف أنه الشرع لم يحرم الطلاق وإنما وضعه بابا حل لحلول بمرحلة معينة قد يكون هو الحل الوحيد، لكن كم نفكر قبل اتخاذ هذا القرار؟ لأنه ما تتخيلوا يا أخوة يا أخوات حجم الدمار اللي بيصير، حجم الكركبة اللي بتصير، وحجم الإذاية اللي بتصير تربوية، خاصة إنه للأسف نسبة الناس اللي بياخذوا قرار في الطلاق وبعد ذلك بيتعاملوا مع بعض بأخلاق عالية، موجودين طبعا بس نسبتهم قليلة، بمعنى ما بينتقموا من بعض مثلا، بمعنى ما بيستثمروا الظروف الشخصية لكل واحد مشان يضغطوا على الطرف الثاني ويفرجوا الويل بحكم انه طيب مش انت طلبت الطلاق لا فرجيكي، او العكس طيب مش انت اللي بدك الطلاق لا فرجيك، بيصيروا شو بيقولوا يحاربوا بعض بالاولاد من زاوية مسموح تشوف مش مسموح تشوف، زاوية امتى تجيبي لي الاطفال، امتى اشوف الاطفال، امتى اشوف، امتى اعمل، زاوية الصرف، زاوية التقييدات القانونية، زاوية المحاماة، زاوية القضاء. فأنت لا تفكر أنه الطلاق مجرد ما أنك طلقت خلص انتهت المشكلة، لا، ما لسه عندك مشاكل ثانية، رح تضلك تعيش معاناة، بدك تصرف عليهم، بدك تتابع، وأنت بدك تتابعيهم، بدك تربيهم سواء تربية مشتركة، إذا تزوج زوجك رح تصير تاكلي هم إذا مرت الأب كذا تعاملهم، وإذا أنت تركت أولادك معها رح تصير تاكل هم وتعاني الموضوع أنه إذا هم أولاد ولا بنات وكذا، وزوج الجديد لزوجتك كيف ممكن يعامل أولادك أو بناتك، يعني هي قصة. لا تفكر أنك أنت مجرد خط طلاق حلت المشكلة، لا، في مسؤوليات. لذلك أنا رأيي أو اللي عم بحاول أوجهه للناس كلهم، يا جماعة اتقوا الله سبحانه وتعالى وحاولوا أنه ما تاخذوا قرار بالطلاق إلا إذا وصل لمرحلة صارت المصلحة في الطلاق واضحة جدا جدا لكل ذي بصيرة وعين بأنه من الجنون ألا لا يتم الطلاق.
لا 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 تستعجلوا، لا تفكروا انه الطلاق عبارة عن راحة وخلاص انتهى، دائما لسه في مشاكل وراه. وفكروا بفلسفة المصلحة والمفسدة، بانه انا في حال قررت الطلاق او عدم الطلاق، ايش عماله بكلفني من معاناة وجهود؟ اعطيها قيمة. وفي المقابل لو اني طلقت وحطيت كل حسابات النكد، التعامل والفرقة والمال وزواج الطرف الآخر، شو بدي يكلفني برضو من معاناة، وأعطيها أوزان، يمكن تطلع راس براس. فشو اللي أعمله؟ تحمل المسؤولية، يعني تخلى عن جزء من رغباتك وشهواتك وآمالك وطموحك اللي كنت مفكر فيه وبسببه خلاص ما انت أخذت قرار. هو لأنه ماشي يا أخي، بدك تحمل مسؤولية قرارك، بدك تحمل مسؤولية قرارك. يعني يكاد يشبه واحد إجا اجتهد وأخذ قرار بقرض مالي لمشروع تجاري، أخذ قرض فاجتهد واكتشف بعد العمل أنه اجتهاداته كانت خاطئة، هل هذا يعفي من أنه يسد الدين والقرض اللي أخذه منه؟ سؤال. يعني مجرد ما انه واحد، تخيل انت فرضا على سبيل المثال، انت فرضا انا معي فلوس وجيت انت اقترضت مني مثلا مبلغ من المال 50,000 دولار، بدك تعمل ممتاز مقابل كذا كذا، فانت الان اجتهدت وطلع اجتهادك يعني تعبان جدا جدا جدا، هل هذا يبيح لك تيجي تقول لي ما شوف انا المشروع ما زبط لذلك انت خلص يعني انسى الفلوس؟ لا، فلوسي بتضلها بذمتك وبدك ترجع لي اياها اول ما يصير معك، وخطأك بدك تتحمل نتيجته، مش انه مجرد والله طب خطأ انا اكتشفت انك غلطان، وبعدين مين بيتحمل المسؤولية، انا ولا انت؟ انت بدك تتحمل مش انا. انا دوري اني اقرضتك، عليك ترجع الفلوس ان شاء الله اخذت منك 15 سنة بدك ترجعها، مش مسؤوليتي انك انت اخطأت في اخذها، وإلا كانت دمرت الدنيا. اخذت قرار، والله اهلي ضغطوا علي، خلص أخذت قرار تستجيب لضغط أهلك، تحمل نتائج المسؤولية، مو مطلوب من أولادك هم اللي يعانوا طول حياته لأنك أنت وافقتي، أو أخذت قرار والله اقتراح الكذا أنا كنت مستعجل، أنا مش عارف كذا، ما كان عندي وقت، هكذا ظننت، اجتهدت، خلص تحمل نتيجة قرارك. أنا عم بعطي نصيحة، اللي عم بشوف النتائج الكارثية يا أخوي يا أخوات من الحالات اللي عمالها بتجيني، فعم بنصح أكيد من الناس اللي عم بسمعوني فكروا بموضوع الطلاق بلحظة ما، أو هلأ الآن ماشيين في بروسس الطلاق لسبب ما، أو عم بيفكروا جديا، لا تفكر الموضوع عبارة عن حل سهولة حبة سحرية بتبلعها وسلامتك خلاص، لا 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 لا، الأمر أعقد من ذلك بكثير. طبعا أوجه رسالة خاصة أكثر في موضوع الطلاق للي عايشين في الغرب، يعني أشد لسه، أشد بكثير من اللي عم بيسمعوني في الدول العربية الإسلامية. انت مجرد ما اذاك جيت الغرب، خلينا احكي تخصيصا عن شمال امريكا، انا بكندا طبعا بحكي معكم الان، كندا وامريكا القوانين هنا بتدخلك في 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 عالم، اذا كنت شايف حالك في يعني في معاناه، فانت بتنتقل من معاناه الى ما يشبه جهنم البشريه لما تدخل بسلك المحاكم والطلاق والتفصيلات والصعوبات والمشاكل. على كل حال، هي نصيحه لوجه الله سبحانه وتعالى، أحببت إني أوجه، أطلع شوفوا ذئب، مش ذئب، شو اسمه، ثعلب، لا إله إلا الله، طلعوا ثعلب، هذا القيود طبعا يسموه إشي زي الثعالب، كايوتس، سبحان الله، هاي طبعا الحيوانات البرية الشرسة خطيرة، إذا أنتم شايفينه بكون دور على أكل، وممكن جدا لو كانوا 4-5 على فكرة يهاجموا بشر، وبحالات نادرة قتلوا، يعني لو كانوا 5-7 وجدوا واحد لحاله أو واحدة لحالها، في حالات سجلت بيكونوا عم بيعملوا مشي بين شو اسمه الحدائق بأوقات منفردة، سمعت عن امرأة هجموا عليها 5 من هؤلاء وقتلوها، سبحان الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، ومنظر البحيرة عند الفجر عجيب عجيب، سبحان الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير،
سبحان الله. على كل حال أنا هذه رسالة الفجر اليومية، ولاحظوا موضوعي مختص بمن تزوج منذ سنوات وأصبح عنده وعندها أولاد وعم بفكروا بالطلاق، والسبب الرئيسي للطلاق اكتشافهم وقناعتهم أنه أساساتهم في الاختيار كانت خاطئة. برا هذه القيود اللي حطيتها كلياتها، ما 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 إذا سمحتوا ما ندخل لا بالسؤال ولا بالنقاش ولا بالحوار، أنا عم بناقش جزئية وحيدة فقط. ضمن هذه الجزئية إذا حدا حابب يسأل أو يعلق تفضل. الآن بدي أشوف التعليقات إن شاء الله بإذن المولى عز وجل. لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله ما أجمله، جميل خلق الله سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هنا بلشت تطلع الإضاءة، الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى، إضاءة الشمس سبحان الله. طلع المنظر، شوف لا إله إلا الله. حياكم الله أبو فياض وأخت يسير، الله يجزيكم خير. الأخت منى بتقول إذا بدهم يعرفوا صعوبة محاكم الطلاق هون بعطيهم حلقة تخليهم يراجعوا أنفسهم. تقصد الأخت الفاضلة اللي عم يتأكد على الفكرة عم بحكيها، الواحد بيفكر إنه الموضوع مجرد ما إنه طلق خلص انتهت المشكلة. المحاكم بتخليك يعني منطق، طبعا تقصد هون بشمال أمريكا، بتخليك من كتر ما بيصعبوها عليك والمحامين بياخذوا منك فلوس وبتمرمطك بالمعنى الحقيقي للمرمطة. واحد يترجم شو يعني مرمطة، يعني الأردنيين والفلسطينيين فاهمين علي، البقية يمكن ما يفهموا. المرمطة بتعملها فيك المحاكم ماليا ونفسيا ووقتيا، بتخليك تحس انه خلافك مع زوجتك او خلافك مع زوجك كان قد يكون ارحم بكثير جدا من قرار الطلاق. الأخ بازل بيقول ثلاث حالات طلاق راحوا في شهر العسل لتركيا وعندما رجعوا كان الطلاق. يا لا إله إلا الله، اختيارات خاطئة. طبعا هلأ في موضوع ثاني ممكن يتناول واحد في يوم ثاني إذا أحيانا الله بكرة بعده حسب، يعني إذا كان في حيل وصحيت بوقت مناسب وطلعت على الجولة الصباحية ممكن نحكي عن سوء الاختيار أصلا على قبل الزواج ماشي. لكن أنا الآن عم بناقش حالات أنه أنا أكثر الحالات اللي بقعد معها الخلافات الزوجية تخصيصا. أوكي أنا بجلس طبعا مع مشاكل أسرية بالعموم، اللي عنده ابن بده يرتد، واللي عنده ابن قرر يصير شاب، واللي عنده بنت بتطلع مع شباب، واللي قررت بنته ما تتحجب وتصاحب وتدخن وتأرجل، موضوع كلها كلها نتعرض له. لكن أكثر يعني لو بدنا نقول بدي أفترض أنا بيجيني 10 حالات في الأسبوع ماشي، هذول الحالات ما بحكيش عن التليفونات وما بحكي عن الأونلاين، عم بحكي عن الفيس تو فيس الوجاهي، يعني اللي بيجوا عندي على المكتب ها أو في المسجد. هذول الحالات اللي على الأقل 7 ل8 منهم من 10 خلافات زوجية. إشي مرعب مرعب مرعب، حجم الخلافات والمشاكل عم بتصير بين الأزواج. بتوصل لمرحلة أنت بتقول يعني إحنا على وشك انفجار. سبحان الله. أبو فياض بيقول دكتور قوانين وضعية دمرت الأسرة. معك حق والله أخي، بس هي مش فقط قوانين وضعية، في أسباب أخرى لها علاقة بعدم تقوى الله، لها علاقة بعدم أخذ القرار الصح، لها علاقة بعدم وضع أسس واضحة في اختيار شريك الحياة. فإحنا الآن أنا بشوف نتائج القرارات الخاطئة قبل 12 و15 و14 و17 سنة اللي أخذت نتيجة قرارات خاطئة. وسام بيقول أو بتقول أنا مش عارف أنه اسم مشترك، إذا لم يكن علاقة بين الزوجين هل يستمرون؟ طبعا سؤال عام جدا، أنا عم بفكر مصلحة ومفسدة. أنا الآن بعض الأحيان قد لا يكون في علاقة ود بيناتهم، وقد لا يكون في هذاك التقارب بيناتهم، ولكن المصلحة العامة مصلحة دمار أسرة كاملة تقتضي هو يتنازل عن جزء من حقه وتتنازل عن جزء من حقها أو أحدهما لأجل مصلحة كبرى.
يغلب على ظنه أو على ظنها إنه الأطفال راح يضيعوا. في أخت تسألني، يعني تقصد أنه انفصالهم فقط بسبب رغبتهم في إصلاح هذا الخطأ مش نتيجة مشاكل أو عدم تفاهم؟ لا لا أختي، لا، أنا بقول الآن في مشاكل وفي عدم تفاهم وفي في 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 يمكن في كوارث الآن، لكن لما تيجي تقعد معهم، طيب أخي أنت قررت تنفصل، أكيد الآن عم بيعانوا في مشاكل، في إشكاليات ضخمة. طب لما تسأل عن سبب الإشكاليات بقول لك أنا أصلا كان قرار خاطئ من داي ون، من اليوم الأول وإحنا عم بنعاني. طب ليش ضليتوا؟ قال ما هو بتعرف وكذا، لعل وعسى. طيب بدام سكتت وقبلت بالقرار الخاطئ من البدايات بعد ما شفت بدايات مؤشرات والأسباب عديدة، وغمضت عينك وغمضت عينك وحطيت لعل وعسى، والله يتقبل لعل وعسى وصارت وكملت وخلص وخلفت أولاد، صرتوا مسؤولين أمام الله عن أرواح جديدة. أنا رأيي أنه مع المعاناة ومع المشاكل ندور كيف نتخلى عن جزء من طلباتنا، كيف ندور على حلول من هنا ومن هنا، نتعامل بمبدأ المفاوضات السياسية إنجاز التعبير. دائما أنا بستخدم مصطلح للأزواج مختلفين، لما يكونوا خلص داقين ببعض على الآخر ولا واحد طايق الثاني ومكسرين عظم، بقولهم يا أخوة تعاملوا مع بعض بمبدأ المفاوضات السياسية بين الدول، بيكونوا دولتين مش طايقين بعض بس في مصالح بيضطروا التنين لسبب ما. اطلع روسيا وتركيا الآن روسيا تاريخيا تاريخيا من أكثر الدول اللي ذبحت وقتلت مسلمين، سواء قبل الشيوعية بعد الشيوعية. قبل الشيوعية روسيا الأرثوذكسية القيصرية ذبحت وقتلت من المسلمين بالحقد الخلاف الصليبي الإسلامي ما لا يعلمه إلا الله، وبالشيوعية ذبحت من أتباع الأديان على رأسهم مسلمين ما لا يعلمه إلا الله، وهي عم بتغازل تركيا الآن. طلع على بوتين سواء شيوعي ولا صليبي الآن عماله بغازل تركيا لمصلحة، وتركيا العثمانية الآن تعلم قديش في حقد وكره من روسيا سواء الشيوعية أو الصليبية نفس الشيء، ومع ذلك الآن عماله بغزل وناعم. طب منهج مفاوضات السياسية إنجاز التعبير اللي بتم بين الدول بعض الأحيان أنا بستخدمه في نصيحة الإخوة والأخوات المختلفين، بيكون هو مش طايقها لسبب ما وهي مش طايقته، لكن كوارث الانفصال ضررها عليه وعليها سواء النفسي أو الاجتماعي أو المالي أكبر بكثير من السلام عليكم حياك الله، أكبر بكثير من كوارث البقاء مع بعض. أنا ما بقول هو راح يكون عايش في 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 جنة ولا هي عايشة في جنة، لكن عم بحكي بقانون مصلحة ومفسدة مبني على انهم بيقول لك ما هو انا قراري خاطئ او لا هو قراره خاطئ، خبر قرار خاطئ تحمل نتيجة قرارك باختصار، ولست ازعم ولا ادعي انه هو او هي الان يعني لازم يضل بس في حالة انه الحياة ملائكية. مين قال لك انه الحياة الملائكية هي فقط الطريقة الوحيدة لبقاء الزواج والأسرة؟ ما دام اخذت قرار وخلفت اولاد في شيء اسمه تحمل مسؤولية وتحمل نتيجة قرار، هذا العمالة بوصله انا. حياكم الله ام قصي، هاي الاخ بازل قاعد بترجم لي مرمطه يعني بهدله طب ما فيها مش يعني بهدله طيب انا بدي اشوف اذا حدا عنده اسئله بشكل قبل ما اختم. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم ان شاء الله. الاخ هنا بيقول يقول أهم إشي يكون في توعية قبل الزواج، لازم يفهم الكل ما معنى الزواج. مزبوط صح، طبعا هذا موضوع ثاني، هذا عالم قائم بذاته بنعطي عليه دورات قائمة، أسس اختيار شريك الحياة. أبو فياض بيقول دكتور بسبب القوانين بعد الإنجاب تصبح الزوجة قوية لا يمكن السيطرة عليها. على حالات نعم، والموضوع مش على إطلاقه يا أبو فياض، الموضوع مشترك. والله أنا بقول لك بقعد مع حوالي 7 إلى 10 حالات في الأسبوع غير الأونلاين، ها بعض الأحيان بالأونلاين من 2 لـ3 أو 4 أو 5 بالأسبوع، يعني بتمر علي أسبوع أسابيع
بتعامل ما بين أونلاين على مستوى عالمي وما بين جزء الرئيسي من عملي يعني بمكتبي، ممكن متوسط بالأسبوع 10 حالات بالأسبوع، وممكن 5 بس يعني بالمتوسط. فالموضوع مش على إطلاقه بس خلص ما تنجب، ولا موضوع أنه قوانين مثل كندية ولا أمريكية مع المرأة، لا في حالات من الظلم العجيبة يعني المخفية. لذلك تقوى الله سبحانه وتعالى وأخذ القرارات وفحص الطرف الآخر والتأكد من موضوع موائمة الشخصيتين لبعض قصة طويلة، وفي أشياء مخفية جدا جدا، وزي ما بقوله الشيطان يكمن في التفاصيل. بس مع رواية الزوج بحس أنه الزوجة عبارة عن شيطانة بشكل إنسان، عبارة عن مجرمة بتستاهل يعني مؤبد. بطلب منه يستدعي زوجته أسمع روايتها قبل ما أعطيه الرأي، لما أسمع الرواية تنقلب الصورة 180 درجة، والعكس صحيح. تجيني الزوجة بتعطيني تفاصيل أنا بحس بقول زوجها هذا الإعدام قليل فيه على الرواية، بقولها إذا بدك أنا أساعد في الإصلاح بدي أسمع رواية زوجك. بعض الأحيان بيقتنع بيقبله، بعض الأحيان ما بيقبله، إذا قبل بيجي بسمع روايته بقول لا إله إلا الله. إيش هالأمور العجيبة، كيف قدرة الإنسان على أنه لما بده يشكي كيف يظهر المظلومية لنفسه والشبه الإجرام التام للطرف الثاني. It's unbelievable. يعني بعض الأحيان بتقول يا ربي كيف بيقدروا. طبعا أنا مع الخبرة صار الواحد ما يتأثر بسهولة بأي واحد يجي يشكيله وأنا ما بتفاعل بسهولة أبدا مع أي حدا بشكيله الآن. فالخبرة صارت تتعلم الواحد أنه الموضوع مش بالتفاصيل. يا ما تجد رجال ظالمين وتجد نساء ظالمات، يا ما تجد نساء بتكون مظلومة وساكتة على الظلم 10-5 سنين، قررت الآن تطلع القديم والجديد وتنتقم وتستخدم القوانين. موجود، وموجود إنه هو أصلا بظلمها من زمان، وموجود إنه هي أصلا قصرة معاه من زمان. كله موجود. أنا ما عندي الآن أي قوة اللي أعمم أقول لك المشكلة دائما في النساء، مش صحيح. مشكلة دائما في الرجال، مش صحيح. وإن كان أتحدى العالم كله، أنا عم بجلس مع مئات الحالات، فالتصور عم بيصير عندي هي قضية البشر. موجود رجال ظالمون ونساء ظالمات، موجود رجال ما بيخافوا الله، موجود نساء ما بيخافوا الله. فيش شيء اسمه الإسلام كلهم يتكاتفوا مع بعض ويقول لك اسمع والله النسوان كذا كذا، هذا غلط. وفيش شيء اسمه النسوان يقعدوا مع بعض، خاصة المطلقات الله يهديهم، لما يقعدوا مع بعض الإسلام كلهم كذا. هنا في واحدة من الظواهر الخطيرة جدا اللي بتصير في الغرب، إنه إحدى الأخوات لسبب ما خلاص نصيبها قررت تطلق، طلقها غصب عنها، هي طالبت الطلاق، المهم اتطلقوا. فللأسف في ظاهرة تنقل لي من كثير من النساء، أو لما يجوا الرجال يشكوا، لما أحاول أستفسر شو اللي خلى زوجتك تطلب الطلاق بيقول لي لأنها صاحبة مطلقات. يعني كأنه بعض الأخوات اللي بتطلقوا بغض النظر عن سبب الطلاق بياخدوا عهد على أنفسهم، بدقوا على صدرهم زي ما بيقولوا عندنا في الأردن، يقول لك بتدقوا على صدرها بمعنى وعد عهد إلا أخلي كل واحدة من حوالي تطلق سواء. فبصيروا عبوا رأسها على زوجها بمعنى ينكشوا نكش زي ما تحكي، بمعنى 24 ساعة. كيف الزن، تعرفوا الزن، بيقول لك زن يزن زنا فبصيروا يشتغلوا على موضوع مبدأ الزن. فبيظلوا وراها بضخموا سلبياته، بيكبروا براسها الكره والحقد لكل شيء بيعمله، فبيكثروا حزب المطلقات. هذا إحدها، ما بعمم وما بقول كل مطلقة بتعمل هيك، وما بقول بس هذا هو سبب الطلاق، بس عم بقول هاي الظاهرة إلها وزن بشكل واضح جدا في الحالات اللي بسمعها. فبعض الأحيان ديري بالك أختي الكريمة إنه موضوع التأثر، كل واحدة لها ظرفها، ما تقيسي ظرف واحدة عليكي ولا أنت تقيس ظرف الناس على، لا تعمموا مجموعة الرجال ضد النساء ولا مجموعة النساء ضد الرجال، الاثنين غلط برأيي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الأخ فتحي بيقول قد تكون القوانين لها الدور الأكبر في جعل أحد الطرفين يجد
يجد مصالحه الضيقة وهي بالقوة لا إنسانية للذهاب والتوجه للطلاق، مع الإشارة أن الإحصائيات في الدول العربية وصلت لحد الريبة، وهذا في غياب تام للسلطات للتقييم من أجل وضع حل لهذه الظاهرة. الأمر مستراب لأنه يصب في باب تحطيم تشتيت المجتمع إلى حد كبير جدا، مش بشكل مطلق، بوافقك. نعم سبحان الله، ضلكوا سبحوا أنتم تسمعوها، شوفوا هالمنظر، لا إله إلا الله، جميل خلق الله سبحانه وتعالى. طبعا القوانين بتساعد بعض الأحيان، يعني أنا في ظاهرة بديش أذكر شو الدول العربية، لكن إحدى الدول العربية تخصيصا من المهاجرين اللي بيجوا هنا على كندا بحكم التجربة والخبرة، اكتشفت انه نسبة ضخمة جدا منهم بعد ما يوصلوا الى كندا بمتوسط 3 أشهر ل7 أشهر، بعض الاحيان 4 أشهر فقط، تخيل بعد الوصول الزوجة تطلب الطلاق وبشكل ملحوظ ومرعب ومتكرر من كثر الحالات اللي عم تجيني الاستشارة. تبين لي انه هذا البلد بمناطق معينة، يعني في ثقافة البلد ضرب الرجل للمرأة، يعني وضع طبيعي على أتفه الأسباب، على أسخف الأسباب، على شو ما بدك تسمي من الأسباب، بمد إيده الرجل، فبتكون هي بين قوسين للأسف متعودة تنضرب. إشي أنا ذهلت من هذا الموضوع، متعودة، فهذا بتكون ساكتة، والثقافة في البلد اللي هي فيها تسمح وتؤيد، والكل راضي وساكت، هو بضرب على الفاضي والمليان وهي رضيانة بالموضوع أو ساكتة وخلص. تيجي هون مجرد ما تعرف أنه القوانين معاها مباشرة بتكون لهم 15 سنة بتزوجين، 18 17 20 سنة مباشرة بتطلب بالطلاق، وبتحاول تعوض عن الضيق اللي كانت يقع عليها من 15 سنة. هلا بشريا أنا مين بيسترجي يلومها؟ هاي يعني مين بيسترجي يلومها؟ ما بقدر ألومها أنا، لا بقدر ألومها شرعا ولا بقدر ألومها منطقا ولا إنسانيا، يعني واحدة عم بتمد إيدها عليها إلى 15 سنة، لكن ثقافة بلدها للأسف وقوانين بلدها كانت ضدها، فإجت هنا طبعا بدها تستخدم القانون لمصلحتها. هلأ وين المشكلة؟ المشكلة إنه لما يستخدم القانون لرد الظلم وتتحول من مظلومة لظالمة، يعني إلها مظلومة 15 سنة، تيجي بتستخدم القانون بطريقة بتخليه يطلعوا من جلده هو وولاده وكل جنس الرجال، لما تحول زي ما تحكي المظلومية لظلم بالمقابل، هون بتصير الإشكاليات الضخمة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. الأخ غسان بيقول مستوى التعليم للمرأة والأفكار المكتسبة بالجامعات أحد أسباب المشاكل بين الزوجين، مش تحيز لكن عن خبرة. برضو وارد كمان، يعني طبعا أنا ما بدي أحكي عن دراسة علمية الآن، لكن بدي أحكي عن ظاهرة، وبرضو ظاهرتي ليست مطلقة ولا أعممها ولا بقول في العالم العربي كله، لأنه هاي بدها دراسات علمية مشان نحكي بأرقام، لكن في علاقة لا يمكن إنكارها، ركز معي، لا يمكن إنكارها بين ارتفاع المستوى التعليمي عند المرأة وما بين عدم استقرار حياتها الزوجية. يعني عم نشوفه كثير من اللي أخذوا شهادات عليا صار في مشاكل. طبعا هذا ظاهرة بدها دراسة، يعني موضوع ما أقدرش أخذها بسطحية وفقط أقول لعامل واحد، لكن الظاهرة للأسف إلها وزن لا بأس به، بس بدها دراسة. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شوف جمال خلق الله سبحانه وتعالى، يعني اللي مش هم الموضوع على الأقل يسبح ربنا ما يشوف جمال الطبيعة. الله يجزيكم الخير. طيب خلينا نكمل طريقنا ونرجع إلى
نهائي جولتنا الصباحية بإذن المولى عز وجل. إذا حدا عنده تعليق نقرأه على الناس أو استفسار بسيط تفضلوا وضعوه وجزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكرمنا جميعا بالهدوء والاستقرار في حياتنا الزوجية وتربية أولادنا، ويكون القرارات صائبة اللي أخذناها جميعا، واللي شعر أنه عنده مشكلة دائما فيه حلول لتقريبا الغالبية الساحقة من مشاكل في العالم. والرجاء ما حد يفكر بالطلاق بسهولة، لا تاخذوا الموضوع بسهولة وببساطة، لأنه حجم التفكير في الطلاق كحل مظنون ضخم جدا، ضخم ضخم جدا جدا بالتساهل. هو ببثوث قادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى ممكن نعلق على موضوع أو يعني أحكي في قضية بعض أسس اختيار شريك الحياة اللي بتساعدك على إنك ما تقع. أنا الآن عم بوجه للأزواج اللي أوريدي أخذوا قرار ووقعوا في المطب وصار في أولاد، وقدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله ما شاء فعل. الله يجزيكم الخير، سبحان الله. الله يا رب يرزقنا بإذن الله في الآخرة بعد الموت يعني نكون من أهل الجنة. بقول إذا في الدنيا البشر عندهم هذا اللي شايفينه، شوفوا وهي حدائق عامة مفتوحة لكل أحد، يعني مش أماكن خاصة. طبعا في من البشر هنا في الدنيا عندهم أضعف هذا اللي عم بتشوفوه، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من البطر ومن الفسق ومن عدم شكر النعمة. يا رب يا رب عفوك يا الله يا رب عفوك، سبحان الله سبحان الله. ربنا خلقه للطبيعة، شوف أنواع الشجر، لا إله إلا الله، كل شجرة شكل ولون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا حدا عنده سؤال قبل ما أختم، لأنه أنا دقيقتين زمان راح أختم إن شاء الله. الأخ عبد الله بيسأل كيف أعرف برنامج وأوقات المحاضرات في مسجد الدار، أتمنى تجيبني، أسف على المقاطعة. إذا كنت بتسأل عني أنا برنامجي، أنا برنامجي هو كل اثنين وثلاثاء وجمعة، هذا الثابت، والسبت أيضا، كل اثنين بين المغرب والعشاء درس سيرة، كل ثلاثاء بين المغرب والعشاء زي اليوم، اليوم عندي بين المغرب والعشاء درس تفسير، والجمعة طبعا عندي خطبة الجمعة، ثلاث جمعة باللغة الإنجليزية وجمعة باللغة العربية. والبرنامج طب إذا كنت عم تسأل عن برامج الدار بشكل عام، دار القرآن واليوث وبرنامج الخميس وبرنامج الجمعة وبرنامج السبت، لبرامج الدار اللي هي عددها ضخم جدا، تدخل على موقع دار فاونديشن، دار فاونديشن موقع، بتاخذ تفاصيل البرامج الموجودة إن شاء الله. لكن يمكن من أبرز الأمور اللي تعرفها في الدار إذا بهمك المحاضرات، أنا عندي زي ما قلت لك سيرة وتفسير اثنين وثلاثاء بين المغرب والعشاء، وكل خميس عندنا الساعة 7:30 برنامج اسمه اليوث بروجرام، برنامج خاص بالشباب، أنا أحد المتكلمين فيه مرة بالشهر، بنخاطب الشباب والبنات من أعمار 13-17 سنة تقريبا، وفي تقريبا 5-10 ضيوف ممكن يجوا من موضوعات مختلفة. هذا البرنامج جماله أنه باللحظة اللي إحنا بنكون عم نخاطب فيها اليوث اللي بيكون عددهم بين 50-70، بخط متوازي في نفس اللحظة في برنامج خاص للأباء والأمهات اللي بيجيبوهم، وبنفس اللحظة برنامج خاص للأطفال من إخوانهم الصغار اللي أعمارهم 12 ونازل. طبعا في دار قرآن وفي في في عدة تفصيلات، يعني أنا ما بحفظ كل البرامج لأني أنا مسؤوليتي في موضوع الدروس تبعتي بالسياق اللي بحكي لكم إياه يعني، لكن هناك من يدير برامج يعني كثيرة بإذن الله، قدر الله ما شاء فعل. طيب شكرا يا أم محمد، الله يجزيك الخير على الدعوة الطيبة. إحنا بحاجة لهذا الدعاء والله، الله يجزيكم الخير، سبحان الله. طيب يا أحبة نلقاكم على خير إن شاء الله، انتهت جولتنا الصباحية،
لهذا اليوم، إن شاء الله نلقاكم في موضوع آخر. لا تنسونا جميعا من دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.